وللمزيد حول العلاقات المصرية الهندية معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الحكيم الطحاوي، أستاذ العلاقات الدولية وعميد معهد الدراسات الآسيوية الأسبق. دكتور الطحاوي، بعد التحية دعنا ندخل مباشرة في البيان المشترك الصادر من مصر والهند، ولعل كان من أبرز بنوده هي اتفاق الطرفين على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والعديد أيضا من البنود الأخرى. كيف تابعت البيان المشترك الصادر عن البلدين؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. وبداية لابد أن أرسل رسالة تقدير واعتزاز وفخر بالدبلوماسية المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس في العلاقات مع الهند ولكن في العلاقات مع العالم. أما بالنسبة للهند فلم تشهد العلاقات معها هذا الكم من الترحيب والتقارب طوال أي عهد من عهود رؤساء مصر السابقين منذ نشأة هذه العلاقات من 75 سنة وإلى الآن. بالنسبة للبيان المشترك حضرتك، البيان المشترك جه كامل متكامل يؤكد على أن هذه الزيارة ليست زيارة عادية بل زيارة تاريخية بكل المقاييس، لم تحدث لرئيس مصري من قبل، وخاصة في احتفال يوم الجمهورية الذي يمثل يوم 26 يناير سنة 1935 بداية الدستور الهندي وكتابة الدستور الهندي في ظل الاحتلال البريطاني. وهذا الاحتفال يعتبر في الهند من أهم الاحتفالات، بل هو أهم من احتفال الاستقلال الذي يحدث أو حدث سنة 47. نعم. البيان المشترك حضرتك أكد على عدد من النقاط المهمة. أهم هذه النقاط أنه فتح الباب أمام مجالات التعاون في مختلف المجالات ما بين مصر وما بين الهند، ولأول مرة نجد شراكة استراتيجية كاملة في مختلف النواحي، في النواحي الاقتصادية، في السياسية، في الاقتصاد، في العلم، في الفضاء. هذا النوع من الأنواع الجديدة التي تحظى بها القيادة المصرية، وتفخر القيادة المصرية بأنها تفتح باب للفضاء والتعاون مع الهند في هذا المجال. أيضا البيان أكد على أهمية مصر للهند، أيضا أكد على ثقة المصريين في أنه نجاح قمة العشرين تحت رئاسة الهند سوف يكون له مردود على مستوى العالم ككل، وبالتالي أيضا على الجنوب العالمي، جنوب العالم الذي يحتاج إلى المزيد من الدعم الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها هذه الأيام العالم ككل. التنسيق المشترك على المستوى الثنائي من مصر والهند، توسيع الاستثمارات ده شيء جديد، ولعل توسيع الاستثمارات ده لما احنا الكلمة التي ألقاها رئيس وزراء الهند بالأمس أمام الرئيس، وأكد على أنه الاستثمار إذا كان هو الآن 7 مليار فهو سوف يزيد على 12 مليار ويشتمل على عديد من المجالات. ولعل الرئيس السيسي أشار أيضا هو الآخر فيما يتعلق بالتعاون مع الهند في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، في الطاقة الجديدة والمتجددة، في الزراعة، في التعليم العالي، في الأدوية، في الأمن والسياحة البينية. ونحن نعلم جيدا مدى اهتمام الرئيس بهذا المجال وفتح افاق التنقل بالطيران. نعم. الناحيه الثقافيه بين البلدين ما ننساش ان الهند فيها 200 مليون مسلم، بمعنى انها ثاني دوله فيها عدد كبير من هذا المسلمين. نعم. وهذا العدد يذكرنا ايضا بحاجه المسلمين دول لمزيد من التعاون مع مصر حتى يكون هناك نوع، نعلم ان مصر بلد الاسلام الوسطي. نعم. ايضا نعلم ان هناك نوع من انواع التعاون في مجال الارهاب ومقاومه الارهاب عن طريق الامن وزيادة القوة الدفاعية ما بين مصر والهند من المجالات المهمة التي اتفقوا عليها والصناعات الدفاعية. أيضا في مجال الزراعة لا بد من أن يكون هناك نوع من أنواع التعاون في السلع الاستراتيجية، خاصة ونحن نعلم أن الهند ومصر بلد تجاري وبلد استثماري. أيضا نلاحظ أيضا في البيان أن هناك نوع من أنواع التوسع في الاستثمارات، وأن مصر تدرس إيجاد مساحة أرض خاصة للهند. نعم. للقيام بالنشاطات الاقتصادية فيها. كل نعم. هذه الأشياء تنم وتعبر وتؤكد على أن مصر والهند تغيرت العلاقات ما بينهما، مصر والهند أصبحوا على مستوى ثنائي كبير، مصر والهند من خلال دعوة الرئيس لحضور قمة العشرين وخلال دعوة الرئيس لرئيس وزراء الهند لزيارة مصر أن هناك نوع من أنواع الطفرة التي لم تشهد لها العلاقات مسيرة. نعم. من قبل، وبالتالي باعتقادي أن هذا سوف يعود
على الشعب المصري وعلى الحكومتين، الحكومة الهندية أيضا، لأن الهند تعلم جيدا أن مصر هي مفتاح أفريقيا، وإذا كانت الهند مليار وربع فأفريقيا مليار وربع، ومفتاح المليار وربع هو مصر. لأنه كما نعلم أن الهند يوجد لها في أفريقيا 4 مليون هندي. 4 مليون هندي واستثمارات هندية تأتي بعد الاستثمارات الصينية في أفريقيا، إذن المفتاح لها في مصر. ومصر النهاردة بتعيش مرحلة استقرار أمني، مرحلة بنية تحتية، مرحلة أشياء لم يضع لها أحد من الرؤساء من قبل مثيل. كل هذه الأشياء ظهرت في خلال فترة 8 سنوات الماضية التي أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجعل البنية التحتية في مصر مجال استثمار ومجال جاذب لا استثمارات من العالم كله وليس من الهند. لكن الهند حقيقة لما يحدث ما بيننا من تقارب بيننا وبين الهند في الشعب الهندي والشعب المصري، ونحن لنا علاقات قديمة تقارب الهند. تقارب قديم، القطن جبناه من الهند، النيام محمد علي، التوت جبناه من الهند. قبل كده أشهر رئيس وزراء الهند في الكلمة بتاعته قال احنا بيننا وبعض علاقات من 4000 سنة. يعني معنى كده انه ايه، في تقارب ما بين الشعبين المصري. النهارده زيارة الرئيس بتتوج هذا كله، وهو ما لم يحدث من قبل. ولعل الرئيس أشار في كلمته شيء مهم أيضا، هذا الشيء هو في اعتقادي السبب في كل ما يحدث الآن، وهو اللقاء الأول مع رئيس الوزراء الهندي الذي تم في عروقة الأمم المتحدة في أكتوبر في 2015. هذا اللقاء هو الذي كان مفتاح العلاقات لسبب بسيط، لأنه شعروا بالودية ما بينهم وبعض، بالندية. شعر الرئيس وعبر عن هذا الرئيس وقال أن الهند سوف تشهد طفرة كبيرة عهد رئيس الوزراء الهندي مودي. إذن كل هذه الأشياء فتحت الباب أمام العلاقات. نحن الآن أمام دولة كبيرة، ودولة في اعتقادي سوف تنهض وتلحق بالصين، وبل وتتفوق على الصين في الفترة المقبلة، وهي مفتاح آسيا. وإذا كان الإنجليز احتلوها فترة من الفترات، فالإنجليز لم يتركوا الهند إلا وهم يعرفوا أيضا مقدار الهند حتى الآن. النهاردة يكفي الهند فخرا أن رئيس وزراء بريطانيا من أصول هندية، وهذا يؤكد لنا صحيح. أن الهند انطلقت حول العالم بعلمها وما تحمله من علم. ومصر النهاردة تنهض نهضة كبيرة، وأصبحت استعادت مكانتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأصبحنا النهاردة نملك دبلوماسية مصرية لا يوجد لها مثيل في العالم كله، وليس لنا عداء مع أي دولة في العالم، ودي فترة لم تشهدها الدبلوماسية المصرية طوال تاريخها الطويل. الدكتور عبد الحكيم الطحاوي، أستاذ العلاقات الدولية وعميد معهد الدراسات الآسيوية الأسبق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.